المتأمل للخطاب الإعلامي الغربي وتحديداً الأمريكي خلال الأيام الماضية سرعان ما يكتشف تغير ما في نبرة الخطاب بيختلف عن الأيام الأولى من حرب إسرائيل ضد قطاع غزة. مع تصاعد عدد الشهداء وعدد القتلى من الأبرياء والمدنيين يومياً، الضغط الإنساني يبدو أنه له أثر كبير في لغة الخطاب الصحفي والإعلامي وتناول ليس أقرب إلى الرواية الفلسطينية، ولكن في تناول ما اختلف بشكل جمال. بكل تأكيد يا محمد، الذراع الإعلامي لأي نظام هو واحد من أهم الأذرع القادرة على تشكيل الوعي العالمي وحتى تؤثر بشكل عام وتعتبر آلة من آليات الضغط. عشان كده كان مهم جدا ان احنا نبقي عين على ما يتحدث عنه او تتناوله الصحافه الغربيه والامريكيه حتى الاسرائيليه في هذا الحرب تحديدا. ومن اللافت للنظر ان في هذا الحدث تحديدا وهذه الحرب على قطاع غزه، بالفعل الذراع الاعلامي المصري قدر ان هو ينقل ما يحدث وقدر ان هو يروي ما يحدث في قطاع غزة بدون مواربة وبمنتهى الحيادية وبمنتهى حتى فكرة نقل ما يحدث على أرض الواقع. عشان كده كان مهم جدا أن احنا من صباح الخير يا مصر نبقي عينا على ما تكتبه الصحافة الأمريكية عما يحدث في قطاع غزة. خلينا دلوقتي نلقي الضوء أكتر عن الصحافة الأمريكية مع الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار اللي بينضم لينا عبر تطبيق زوم. صباح الخير حضرتك يا فندم، وبعد التحية خلينا نعرف منك يعني بشكل عام التناول الإعلامي للصحف الأمريكية الأحداث في غزة لأي مدى تغير؟ أيهم أكثر تحيز للجانب الإسرائيلي وكيف ينعكس على التناول الإعلامي أيضا على الشارع الأمريكي؟ أولا صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. يعني بالتأكيد الصحافة الأمريكية هي صحافة لها انحيازاتها التاريخية المعروفة. قضية دعم إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة تتجاوز فكرة الاختلافات سواء الحزبية أو الاختلافات الأيديولوجية. مسألة دعم إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة وللدوائر السياسية فيها مسألة ثابتة وتتجاوز كل الأطر السياسية والحزبية، لدرجة أن بعض الناس بتشوف أن دعم إسرائيل في الولايات المتحدة هو مسألة لها علاقة بالعقيدة في السياسة الأمريكية. لكن بالفعل زي ما حضراتكم أشرتم في المقدمة، الخطاب الإعلامي الأمريكي وخاصة بعض الصحف المقربة من تيارات معينة سواء داخل الحزب الجمهوري أو حتى التقدميين في الحزب الديمقراطي بدأنا نشهد بعض التغير. صحيح زي ما حضراتكم أشرتوا مش توازن كامل أو حياد في المعالجة، لأن الحقيقة الانحياز سافر للغاية منذ بداية هذه الأزمة للرواية الإسرائيلية، تبني كامل للمزاعم الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بأسباب الحرب وتوصيفات ما يتعلق بهجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل أو فيما يتعلق حتى بمبررات الهجوم على قطاع غزة وإسقاط هذا القدر الكبير وهذا العدد الضخم من الشهداء. الحقيقة بدأنا نشهد مع تزايد الفاتورة الإنسانية، مع زيادة عدد الشهداء والضحايا خاصة من النساء ومن الأطفال، بدأنا نلحظ بعض التغيرات. بدأنا نشهد تحول لفكرة الضغط على إسرائيل لاحترام بعض مبادئ القانون الدولي الإنساني، ضرورة تحرك الولايات المتحدة وخاصة الرئيس بايدن لضمان معاملة أفضل للمدنيين، توفير آليات للحماية للمدنيين، وبالتالي بدأ يبقى في نبرة مختلفة خاصة مع تزامن وجود تيارات داخل الحزب الديمقراطي نفسه بتنتقد أداء الرئيس بايدن والانحياز غير المحدود للرؤية الإسرائيلية وحضور عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين لمساعدة إسرائيل في عملية الانتقام الوحشي اللي بتقوم بها في قطاع غزة. الحقيقة أيضا هناك تيارات وهناك كتاب أمريكيين بيشيروا بشكل واضح إلى أنه هذا سيؤدي إلى أزمات مستقبلية كبيرة، وبدأ يظهر السؤال اللي ظهر بعد أحداث 11 سبتمبر، لماذا يكرهوننا؟ وده السؤال اللي بدأ يطرح بشكل كبير. دكتور أسامة عفوا المقاطعة، لكن خليني أروح مع حضرتك للواشنطن بوست اللي تناولت في عدة تقارير النهاردة أو الأيام اللي فاتت كمان ردود الفعل في الكونجرس الأمريكي على تعامل مؤسسة الرئاسة الأمريكية مع الأحداث والضغط المتزايد في الكونجرس للكشف علنا عن الأسلحة أو نطاق الأسلحة الأمريكية التي يتم نقلها إلى إسرائيل، وتأكيد الواشنطن بوست كمان أن العدد الهائل من القتلى المدنيين في غزة بيثير إدانة دولية ويثير قلق
الديمقراطيين بشكل متزايد، شايف ده ازاي يا فندم داخل المعالجة الخاصة للواشنطن بوست وتأثيرها على صناع القرار في الولايات المتحدة؟ يعني طبعا صحيفة الواشنطن بوست واحدة من أهم الصحف الأمريكية وأكثرها تأثيرا في النخب السياسية الأمريكية، وليها بالطبع أيضا توجهاتها المعروفة في دوائر الكونجرس الأمريكي. لكن خليني أيضا أشير لحضرتك أنه بالفعل قرارات الرئيس بايدن كانت قرارات حتى غير مبررة لدى بعض النخب الأمريكية السياسية، منها على سبيل المثال أنه الطلب اللي قدمه الرئيس بايدن لتقديم دعم إضافي لإسرائيل تم وضعه في طلب واحد أو في وثيقة واحدة مع طلب الدعم الأوكرانيا، وكأنه هنا بيقدم رسالة واضحة لنواب الكونجرس، إذا أردتم أن تستمروا في دعم أوكرانيا فعليكم أن تستمروا في دعم إسرائيل. ورفض الفصل ما بين المبدئين أو الفصل ما بين الطلبين، طلب الدعم الإضافي لإسرائيل بأكثر من 14 مليار دولار بالإضافة إلى مزيد من الدعم لفصل الشتاء والتسليح الجديد لأوكرانيا. وبالتالي هنا بدأت بعض النخب السياسية الأمريكية تنتقد هذه المواقف. النقطة الثانية أنه الدوائر السياسية الأمريكية ليست موحدة بشكل كبير، يعني هناك تباينات. صحيح هناك انحياز واضح للرواية الإسرائيلية ولدعم إسرائيل، ولكن هناك تباينات ما بين الأحزاب الجمهورية والديمقراطية، وده بينعكس بالمناسبة حتى في دعم المنظمات الداعمة لإسرائيل ومنظمات ما يسمى باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة على دعم الأحزاب. يعني أكثر من 60% من دعم هذه المنظمات بيذهب للحزب الديمقراطي، حوالي 20% إلى 25% من الدعم المالي بيذهب للجمهوريين، وبالتالي الديمقراطيين أكثر ارتباطاً وأكثر تأثراً باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة. وبالتالي بنشهد أنه بعض الجمهوريين ممكن يكونوا أكثر جرأة، إضافة إلى التيارات التقدمية أو ما يوصف بالتقدميين في الحزب الديمقراطي. صحيح. بيبدأوا ينتقدوا الأداء السياسي الأمريكي والانحياز غير المحدود من قبل البيت الأبيض لإسرائيل، وبالتالي بدأنا نشهد بالفعل حتى الصحف اللي ليها تأثير كبير في النخب السياسية الأمريكية بدأت بنفسها توجه انتقادات حتى لأداء البيت الأبيض. طيب انطلاقا من نفس النقطة يا فندم، ولسه مستمرين مع واشنطن بوست، كمان من الأخبار المهمة اللي نشرتها صحيفة واشنطن بوست يا فندم أنه أكثر من 750 صحفي من عشرات وسائل إعلام وقعوا خطاب مفتوح يدين قتل إسرائيل للصحفيين في غزة، وينتقد التغطية الإعلامية الغربية للحرب. وأشارت أيضا واشنطن بوست لوجود لغة خطاب وصفتها بغير الإنسانية، وتم استخدامها لتبرير التطهير العرقي للفلسطينيين، وهذا المصطلح هو مهم جدا أن يكتب في واشنطن بوست. هل تعتقد أن ده هيكون ليه انعكاس وتأثير على التناول الإعلامي في المستقبل، حتى لجماعات الضغط ستعاود ممارسة ضغطها؟ يعني أولا يجب أن احنا ندرك أنه مسألة حساسية حريات الإعلام وسلامة الصحفيين في مناطق النزاع مسألة مهمة جدا بالنسبة للمؤسسات الأمريكية، خاصة المؤسسات العاملة في مجال الإعلام أو في العاملة في مجال حقوق الصحافة بشكل عام. وبالتالي سقوط هذا العدد الكبير من الصحفيين ما بين شهيد وما بين مصاب في قطاع غزة، فضلا عن محاولة إسرائيل وتعمدها التعمية الكاملة عما يجري في القطاع. يعني على سبيل المثال إسرائيل دعت أكثر من 2000 مراسل تلفزيوني وصحفي أجنبي إلى أراضيها بعد 7 أكتوبر، بينما منعت كل الفرق التلفزيونات العالمية والقنوات الإعلامية والصحف الكبرى من دخول قطاع غزة. ده بالنسبة لهذه المؤسسات بيكشف قد إيه إسرائيل بتحاول التعمية والتعتيم على ما يجري في قطاع غزة، بالإضافة طبعا إلى سقوط هذا العدد الكبير. إحنا بنتكلم على عشرات. صحيح. الصحفيين ما بين شهيد وما بين مصاب، بالإضافة إلى استهداف متعمد للمناطق تواجد هؤلاء الإعلاميين. وبالتالي هذه مسألة تثير حساسية العديد من المؤسسات الأمريكية، وبالفعل هذه النقطة واحدة من الأمور التي يمكن البناء عليها لانتقاد إسرائيل وإدانة السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة. وأعتقد أن ده أيضا بيثير حفيظة كثير من وسائل الإعلام اللي الحقيقة قدمت شيك على بياض للرواية الإسرائيلية في البداية. صحيح. وتبنت حتى الألفاظ التي استخدمها أساسا إسرائيليون مثل حيوانات بشرية وصف الفلسطينيين
الفلسطينيين بأنهم حيوانات بشرية وبأنهم يستحقوا القتل. حتى بعض وزراء إسرائيل طلبوا إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة. كل هذه الأمور للأسف الشديد الإعلام الأمريكي في فترة من الفترات تبناها دون مراجعة، بالإضافة لاستخدام مصطلحات زي تنظيم إرهابي أو مساواة فصائل المقاومة الفلسطينية بداعش، أو حتى تشبيه ما حدث في 7 أكتوبر بأحداث 11 سبتمبر. دي كلها أدوات استخدمها الإعلام الأمريكي الحقيقة لتجييش الرأي العام الأمريكي عاطفيا لصالح إسرائيل وضد الفلسطينيين. دكتور أسامة، الوساطة المصرية أو الدور اللي تقوم به الدولة المصرية كان محل اهتمام كمان لأكثر من صحيفة في الولايات المتحدة. شايف إزاي ما تم تناوله في هذه الصحف لأبعاد الدور المصري وإمكانية تعظيم هذا الدور لوصول لحل ما أو لوصول لتسوية ما في المنطقة؟ هي الحقيقة الجزئية دي من أكثر المسائل التي تغيرت أو أكثر الأمور التي يمكن أن نلاحظ تغيرا حقيقيا فيها. في البداية للأسف الشديد هذه الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية تبنت رأي غريب ويعتمد على أن مصر هي التي تغلق معبر رفح، وبدأوا ينساقوا وراء هذه الرواية على ويتجاهلوا أن إسرائيل هي التي كانت تقصف الجانب الفلسطيني من المعبر وتقصف البنية التحتية وتحول دون استخدام المعبر لإدخال المساعدات للأشقاء في فلسطين. الحقيقة أن الأداء الإعلامي والأداء السياسي المصري ساهم في تغيير العديد من أوجه هذه المعالجة. حضور العديد من المسؤولين الغربيين والمسؤولين الدوليين زي الأمين العام للأمم المتحدة أو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة لعدد من السفراء والمراسلين الأجانب اللي زاروا بصحبة رئيس الوزراء معبر رفح واطلعوا على الأرض عما يجري هناك من جهود مصرية لتسهيل دخول المساعدات، هي كل ده ساهم في تغيير المعالجة الإعلامية للدور المصري. إضافة إلى الاتصالات المكثفة اللي بتقوم بها مصر الحقيقة والأدوار والخطاب العقلاني اللي بتقدمه القيادة المصرية وبتقدمه الدبلوماسية المصرية، أنا في تقديري أنه ساهم بشكل كبير في تعديل رؤية الإعلام الغربي ووسائل الإعلام الأمريكية تحديدا للدور المصري، خاصة عندما استطاعت مصر أن تقنع الولايات المتحدة بأن هذا الانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل لن يكون في مصلحة المنطقة. حذرت من مشروع التهجير، حذرت من امتداد رقعة الصراع وتحولها لحرب إقليمية. كل هذه الأمور الحقيقة لاقت صدى في الإعلام الأمريكي، وبدأنا نشوف تحول حقيقي في نبرة الخطاب الأمريكي تجاه الدور المصري. طيب دكتور، خلينا نروح من واشنطن بوست لنيويورك تايمز، وكان في الحقيقة تقريرين مهمين جدا. واحد يعني ملفت، بينتقد منع ألمانيا المتظاهرين الفلسطينيين من التظاهر، واعتبرته الصحيفة يعني نوع من أنواع تأييد حرية التعبير ومحاولة من ألمانيا للتكفير عن ذنبها ضد اليهود. وتقرير آخر يعني خاص بالنائبة رشيدة طليبة ذات الأصول الفلسطينية في الكونغرس، بعد دعوتها لدولة فلسطينية من النهر للبحر وإصدار دعوتها في الجامعات. هل ترى أن الأحداث الأخيرة يعني خلت في اهتمام أكتر بالعودة لقراءة تاريخ الصراع خاصة لدى الأجيال الجديدة؟ وأيضا يعني كما نرى أنه يعني نيويورك تايمز وتقريرين مهمين الحقيقة. يعني أولا هذه الأزمة الأخيرة في قطاع غزة عملت تغير ملحوظ في حاجتين أساسيتين. أولا أنها كشفت ازدواجية المعايير الغربية. الحكومات التي كانت تتحدث عن حقوق الإنسان وعن حق التظاهر وعن حق في حرية الرأي والتعبير، الحقيقة هذه الشعارات انكشفت أمام المعالجة في الشارع. هناك تظاهرات ضخمة وحاشدة بعشرات الآلاف وربما بمئات الآلاف في عواصم غربية، ولا تستمع لها الحكومات ولا تصغي إليها دوائر اتخاذ القرار في هذه الدول. في بعض الدول الأخرى تم منع هذه التظاهرات وتم حظر أي أشكال للتعاطف مع القضية الفلسطينية، وهذه مسألة غريبة للغاية في حكومات أو في دول وعواصم بتدعي حرية الرأي والتعبير وتزعم أنها تدافع عن هذه القيم الإنسانية. ده واحد من الأمور الحقيقة اللي كشفتها الحرب على غزة والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. النقطة الثانية هي أنها بالفعل هناك الآن رغبة لدى أجيال، خاصة الأجيال الشابة والأجيال التي لم تعاصر مراحل كبيرة من الصراع
العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي لفهم ما يحدث، لفهم لماذا هذا الانتقام الوحش من قبل إسرائيل، ولماذا هذا الانحياز الغربي. يمكن حقيقة أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بدور في هذا الأمر، وبالتالي هناك رغبة في معرفة أعمق لجذور هذا الصراع وفهم لطبيعته على الأرض أكثر مما تقدمه وسائل الإعلام. أخيرا دكتور أسامة، يعني بوصف حضرتك أستاذ في الإعلام، أمام هذه الرواية أو السردية الإسرائيلية اللي بيتم تداولها غربيا، كيف أثبت أنا الجانب العربي أو الإعلام العربي السردية الخاصة بي وأن أنقلها لكي تؤثر أيضا على الرأي العام الغربي والعالمي؟ أولا يجب أن نتحلى بالموضوعية في معالجة الأحداث، يجب أن يكون لدينا خطاب إعلامي واضح يركز على الحقائق الموجودة على الأرض، فضلا عن استخدام السياق الذي تدور فيه هذه الأحداث، لأنه زي ما حضرتك تعلم وأنت أيضا دارس للإعلام ومتخصص في الإعلام، أن انتزاع الحقائق من السياق يفقدها طبيعتها ويفقدها دلالتها. الحقيقة الإعلام العربي بيقدم أداء جيد حتى هذه اللحظة مع بعض التباينات وبعض الاختلافات في السياسات التحريرية، ولكن نحن نقدم بالفعل أداء جيدا يقنع المواطن العربي ويجعله دائم الحضور في المشهد. النقطة الثانية، يجب أن نتوجه للرأي العام الغربي بلغته. صحيح. يجب أن تكون لدينا منصات بلغات أجنبية قادرة على الوصول للمواطن الغربي، للمواطنين في كل أنحاء العالم بلغتهم، بلغات متنوعة، ولدينا من الكوادر ولدينا من الإمكانيات ما يساعدنا على ذلك، لأن إسرائيل تصل إلى هذا الإعلام عبر أدوات للتأثير في الإعلام الغربي بلغات هذه الدول. لدينا فرصة تاريخية. صحيح. للوصول إلى الإعلام في العالم وللمواطن في العالم، وأعتقد أن ما حدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتصويت أكثر من 120 دولة لصالح المشروع العربي والرؤية العربية، أعتقد أنها فرصة سانحة لتأثير أكبر في المستقبل. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات دكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار. صباح الخير على حضرتك.